أهلا بحضراتكم. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وما خلفه من عشرات الآلاف من الشهداء وهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي يرتكبها الاحتلال، برز اسم محكمة العدل الدولية باعتبارها أعلى الهيئات الدولية التي اتخذت إجراءات ضد إسرائيل، خاصة ما يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. ووفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، فإن جميع الدول الموقعة ملتزمة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. تعريف ارتأت المحكمة بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة في يناير، ارتأت أنه ينطبق على تصرفات إسرائيل وأنها انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة، وأمر القضاة الاحتلال بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم وتعمد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كليا أو جزئيا. وأمر القضاة إسرائيل أيضا باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. كما أعلنت المحكمة في مارس المزيد من التدابير الطارئة، حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة. وبالرغم من أن المحكمة التي تعد أوامرها ملزمة ولا يمكن الطعن عليها، ليست لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، إلا أن أي قرار تتخذه لصالح الفلسطينيين سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل التي تواجه تصرفاتها في غزة بانتقادات حقوقية دولية. ووقعت إسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، مما يمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات التي تشملها المعاهدة، والتي تأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول أبرز قرارات محكمة العدل ضد الاحتلال حتى الآن. شكرا لكم على المتابعة.